تتعلق بما ملكت اليمين. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وملك اليمين المرأة الرقيقة، إذا كانت للشخص جاز له وطئها وحلت له ولو تعددت فهي غير معتبرة زوجة، فلو كان له 100 أو أكثر أو أقل لا يضر، بشرط أن يتفرد بملكها. فلو كان له شريك بملك اليمين لم يحل له وطئها بالإجماع، فلو كان له شريك ملك اليمين لم يحل له وطئها بالإجماع. وإذا تخلص وتمخض ملكه لذلك جاز له الوطء، بشرط أنه إذا ملكها يستبرئها بحيضة حتى تبين عدم حملها. وملك اليمين بمنزلة المال، يجوز بيعها ويجوز تأجيرها للخدمة، ولا يجوز تأجيرها للجماع، فلا يطأها غير سيدها. وأما العبد المملوك فليس له سبيل إلى سيدته، فهي محرمة عليه بالإجماع. الزوج يطأ المملوكة، والسيدة لا تمكن عبدها من وطئها. وقوله جل وعلا: أو ملكت أيمانهم، الإجماع منعقد على أن المقصود الرجل مع المرأة، حيث يكون الرجل حرة والمرأة أمة. وأما إذا كانت المرأة هي الحرة وهذا هو عبدها فلا تمكن من نفسها بالإجماع.